لا، جلسة الاثنين القادم تكون محورها الأساسي على الأحداث في الجنوب الليبي بصفة خاصة بصفة عامة، وعلى الواقع التجربة بصفة خاصة بإذن الله. تواصلنا مع السيد وزير الداخلية السيد إبراهيم الدكتور إبراهيم بشناق، وكان كل المعلومات عنده متوفرة عند المعلومات، كذلك أبدى استعداده بالكامل لتوفير كل المساعدات لهذه المدينة لأهالي مدينة تزربو. كذلك تواصلنا مع القيادة العامة للجيش الليبي، وكذلك طبعا كما موجود في التقرير عندكم أصدر تعليماتها بالتوجه إلى مدينة تزربو وتأمينها. نعم. بالنسبة لي وكذلك تواصلنا مع وزير الصحة الذي بادر مشكور هو والسادة الوزراء خاصة سيد وزير الداخلية ووزير الصحة بفتح مخازن لتوفير الإسعافات الأولية لمدينة تزربو. نعم. طبعا اليوم تم نقل كمية من الإسعافات الأولية إلى مستشفى تزربو.